قلوبكم معاه. جات لي شكوى من أهالي العزبة البيضة حي المرج بالقاهرة، بيشتكوا فيها من معاناتهم من غرق البيوت في مياه الصرف الصحي، حيث أن المنطقة بتعتمد على الترانشات والصرف الصحي طبعا بالجهود الذاتية. الأهالي وفروا حتة أرض عشان يحطوا عليها مشروع الصرف الصحي، وطرقوا جميع الأبواب، لكن محدش عبرهم ولا استجاب لهم، ومش عارفين السبب في تعطل مشروع الصرف الصحي لغاية دلوقتي. وكان لينا لقاء مع الدكتور عواد رئيس حي المرج عشان يرد على هذه الشكوى. نشوف الشكوى ونشوف رئيس الحي هيعمل ايه. منطقة العزبة البيضاء مليانة بالكوارث، وأهم كارثة عندنا كارثة الصرف الصحي. لما نقول للسادة المسؤولين إن 5000 منزل مهددين بالانهيار، وقربوا من المنزل ده لسه واقع من أسبوعين. أنا عاوز أعرف إيه اللي معطل الصرف الصحي، علما بأن لما رحنا جهاز التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي الاعتمادات موجودة لمنطقة العزبة البيضاء 40 مليون، التصميمات خلصانة، الرسومات خلصانة، الأرض موجودة، مستنيين إيه؟ مستنيين 5000 منزل يقعوا؟ انا عاوز اقول لكل مسؤول، لو انت بتصحى الصبح وتلاقي ميه الصرف الصحي دخلت بيتك ودخلت تحت السرير هتعمل ايه؟ الناس كلها بيوتها غرقانه صرف صحي، 5000 منزل عايشين على بحيره مياه صرف صحي، هما فين المسؤولين؟ هو المسؤول جاي يخدم المواطن ولا المواطن يخدمه؟ احنا بنعاني زي ما انت شايف حضرتك كده المنظر ده، وروحنا طرقنا جميع الابواب، ما سيبناش مكان الا ما بعتنا فيه شكوى بموضوع الصرف الصحي بتاع منطقه العزبه البيضاء هنا. في بيت واقع هنا؟ وهذا حضرتك وقعد البيت التاني هتصوره دلوقتي تشوفوا المايه اللي في قلب السرير جوه. انا بنيت بيتي قعدت فيه بتاع 4 شهور وقلت لك المجاري جايه من تحت البيوت، دخلت البيت وقع على غفله كده، هو اتصرفت في قرشين 8000 جنيه بنيته تاني، عمال دلوقتي اللي بشتغل بيه بجيب بيه لاج بدخله جوه البيت من المايه. يرضي ربنا الراجل معايا 7 بنات وثلاث عيال صغيرين، اعمل ايه دلوقتي؟ كل شويه المجاري وتوقع علينا البيوت. احنا بنعاني، بنقول للمسؤولين يبصوا لنا بصه رحمه للناس المسؤولين، ان هم يبصوا للناس الغلابه دول، الناس اللي هم بيوتهم اتهدمت في المنطقه. احنا بني ادمين، لما ابذل في اللفظ مش حيوانات، احنا في البلد ولينا حق على البلد، ولا احنا غير البلد؟ هو بيتي اهو دورين و50 متر، ما عنديش 5 6 ادوار ولا ما عنديش 5 6 يا رجاله بيجيبوني. الحمد لله احمد ربنا، عايزه من الناس تتصرف عشان خاطر الشارع كله مش عشان خاطري. التعابين اللي بتمشي من قبل ما وتخلي الاولاد عايشين في ذعر، ربنا يسترها علينا. والكهرباء اللي يعني كابل الكهرباء يبقى قريب من الميه، والست تبقى قافله على بيتها وخايفه، يعني ممكن الميه دي لو بص اللي هي تتكهرب تاخد شارع بحر. انا رحت الحي وخدت اهالي المنطقه هنا، ورحنا وقفنا قدام مدير العام الصرف الصحي، وكان النتيجة ان احنا فوجئنا ان بيت انهار. واحنا بنتكلم بيت الراجل الشقيان عنده 10 عيال 10 اولاد يأكلهم ولا يبني البيت اللي اتهد؟ في بيت لسه واقع الناحية التانية، طبعا ده وضع ما يرضيش ربنا، والحكومة متسألة فينا. الحكومة تبعت عربية تشيل ممكن 1 او 2 وشكرا، نقعد نكلمهم مفيش كلام. احنا جايين عشان نشيل عربية او نشيل 2، طبعا ده وضع ما يرضيش ربنا. المطلوب ان المسؤولين يسالوا علينا، لان ده يعني نقول ايه؟ لا حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. كل الاطفال هنا عيانه، هاتي لي طفل دلوقتي من الشارع ده او من المنطقه دي كلها مش عيان.
يعني ده حرام، احنا بني ادمين برضه، هم ليه بيعملوا معانا كده؟ احنا مسكننا انا وعيالي وولادني، كشفت له مرتين السبوع ده وعمل عندنا حساسيه الناموس، واولاد بنت مش قادرين يعدوا من المجاري يروحوا المدرسه، واحنا كده هاتم الوضع ده يتولانا ربنا. يعني بيتي غرقان، انا من رمضان وانا نفس النظام ده، الناس تنام وتصحى وانا انزح، ولا الشارع كله يشهد لحد اخر ما زهقت عمنا، زهقت ومشيت من البيت، خدت شقه بالايجار، نعمل بقى فين؟ نمشي ونسيب البلد ولا نعمل ايه؟ بس هذه مشكلتنا، والحاجه عامه زي ما انتم شايفين اهي، وبص الناحيه الثانيه عادي. زي ما انت شايفه بيتنا نزل اهو، وانا رد عيانة جوا، والله رد عيانة يا بنتي، لي 3 اشهر رد ما طلعت الا الوقت، عايزين المجاري بس، مش عايزين حاجه منهم الا المجاري. بدأنا مع الجهاز التنفيذي، وكانت المشكلة مع الجهاز التنفيذي هي وجود قطعة أرض يعملوا عليها محطة. طبعا هناك المنطقة ديت مفيش فيها أراضي فضاء يعملوا عليها المحطة، فتم مناشدة المخابرات العامة والقوات المسلحة، وفعلا حصل اتصال بين الجهاز التنفيذي والمخابرات.